الطاقية بالشكل دوت بنرتديه للوقاية من الحر أو من الوقاية من الشمس. ومعانا نموذجين النهاردة، نموذج كبير ونموذج أصغر صغير خالص. الشكل ده ممكن أصدقائنا في البيت يلبسوها لعروسة لو موجودة معانا. والشكل هو إحنا الشكل دوت بيتكون من شكل عبارة عن قطعة، القطعة ديت بالظبط المقاس مربعين مع بعض. عندي أي ورقة بقسمها نصين بالأسلوب ده كده. وبعد كده باجي بطبق على القطعة بالشكل ده بالأسلوب ده كده. هذا أنا قسمت الشكل الورق اهو كده، بعدين فرقت تاني، وبعد كده الحرفين رحت مطبق كده بالاسلوب ده، وبعدين اطبق الجزء المقابل كده اهو، وبعد كده بقص الجزء الزايد بأعلى. هذا الشكل اهو كده شكل ايه مستطيل. المستطيل ده لو قسمناه نصفين متساويين بالاسلوب ده كون لي مربعين. هذا الشكل اللي معانا النهارده. ادي الورقه اهي، الورقه كلنا بنطبقها كده نصفين كده، وبعد كده بطبق الورقة تاني بالأسلوب ده كده. باخد الورقة تاني، بعد كده باجي بشتغل مع كل جزء لوحده. باجي باخد الجزء ده بالأسلوب ده كده اهو، الشكل اهو عندي كان الشكل اهو. بعد كده بطبق كده بخرج، وبعد كده بخرج الشكل ده كده وبضغط بصابع كده، وبعد كده بلون الشكل على الجزء اللي انا طويته بالاسلوب ده كده اهو. وبنفس الاسلوب بطبق الجزء المقابل كده، وبعد كده باخد الشكل بالاسلوب ده وبطويه على الجهة المقابلة بحيث يصبح الشكل عندي كده. بعد كده بطبق الجزء الأمامي لوحده وجزء الخلف لوحده، بثني على جزء على المنتصف أهو. في عندي مستقيم باين بطبق انا على المنتصف كده. ادي اول خطوة. تانية عشان اصدقائنا يتابعوني، طبقت كده، وبعد كده بطبق الجزء المقابل كده اهو. تاني ادي الشكل اهو. بعد كده باجي على خلفية الشكل وبنفس الاسلوب بطبق برضه للداخل على المستقيم او العمود كده اهو. ادي اول جهة، وبعد كده بس بطبق الجزء المقابل هذا الشكل اهو. وبعد كده باجي على الجزء دوت الاسفل اللي هو الجزء الابيض عندي ده، بتنيه كده نصف. وبعد كده بطبق تاني بالاسلوب ده كده، وبعد كده باخد الشكل. لو لاحظت هنا هلاقي زي جيب كده، بطبق الشكل كده وبدخل
الجزء دوت في الجيب ده كده اهو، وبعد كده باجي على الجزء الخلفي بطويه بالاسلوب ده كده. وبعد ما وصلنا للشكل كده باجي على الجزئين اللي انا طبقتهم بالاسلوب ده كده اهو، ببتدي اسمى. انا لو لاحظت هنا هلاقي في مثلث فوق ومثلث على الجنب الاخر، بسمغ انا المثلثين بالاسلوب ده كده، وابتدي اطبق الشكل كده اهو. وبعد كده ببتدي اصمغ الجزء الاعلى كده وبطبقه لاسفل بالاسلوب ده كده اهو، واللحظات لحد السمك ما يجمد او ينشف، ببتدي اخرج الشكل كده. كون عندي شكل طاقيه، والطاقيه ديت اولاد بيلبسوها الجنود في الشرطه وفي الجيش، وبنعمل الطاقيه بشكل اسرع شويه وبورق اكبر شويه. ادي الورق اهو معانا بحجم اكبر. الورق دوت زي ما اتفقنا في اول حلقه بنشكل مربعين، بقسم المربعين او بقسم المستطيل نصين متساويين بالاسلوب دوت، وبعد كده بثني الجزء ده كده، وبعد كده باجي على كل جزء بثني بالاسلوب ده كده اهو، والجهه المفضله بحيث يصبح الشكل كده. وبعد كده بفرد وبتعامل مع كل جزء بهذا الشكل اهو، وبعد كده بثني كده واجي على الجزء الاخر. هذا الشكل اهو، بعد كده بطويه في نفس الاتجاه كده، وبعد كده بطبق الشكل اهو. هذه الخطوة اللي بعديها الشكل عندي اهو، وبعد كده باجي على الجزء الاسفل بطبقه كده، بعد كده بطبقه كده تاني اعلى، وبعد كده بدخل الجزء دوت في الايه في الجيب عندي اهو. الشكل اهو، وبعد كده بقلب الشكل على الايه على الخلف، وبدي برضه في نفس الاتجاه كده. الشكل اهو، وبعد كده بطبق الشكل لاعلى وبدي كده اهو، بعدين بسمك. بعد كده بسمك تاني رأس المثلث كده، بعد كده بخرج الشكل بالاسلوب ده كده اهو. كده اتكونت عندي طاقية بحجم كبير، انا نفسي ممكن ارتديها كده بالاسلوب ده كده اهو. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ونرجو ان احنا نكون استمتعنا تعلم شكل جديد من أشكال الورق، ونراكم في حلقة قادمة على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.